جراد الأخضر الجراد الأخضر يكون على النباتات الخضراء لتمويه المفترسات التي تفترسه وتجنب وقوعه ضحية لهم، خصوصا السحالي والحرباوات وكذلك بعض الطيور. بالإضافة إلى هذا النوع من الجراد، هناك أنواع كثيرة من الجراد، لعل النوع المعروف فيها هو الجراد البني أو جراد البرتقالي أصفر أو جراد الحقول المعروف، الذي يجتاح الحقول كثيرا ولا يترك شيئا في المحصول. هذا الجراد هو قليل جدا، هذا النوع، نوع الجراد الأخضر. كما تشاهدون لا يظهر مع النباتات كثيرا، لونه يشبه النباتات، كنا نسميه صغارا عمي الحاج فرط الطوق.